قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل الجرس واضغط إعجاب للفيديو لتتوصل أنت بآخر الفيديوهات ولكي تدعمني وأستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. فرجة ممتعة. لمودن يعود من فرنسا ويخضع لتدريب انفرادية. عاد أيوب لمودن لاعب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم من فرنسا التي خضع بها لعملية جراحية على مستوى الكاحل بعد إصابته في المباراة الودية للفريق الأحمر ضد أولمبيك أسفي أو أولمبيك مراكش عفوا قبل انطلاق الموسم الكروي. وبرمج الطاقم التقني لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم تدريب انفرادية لأيوب لمودن إلى حين استعدادته لكافة لياقته البدنية قبل انخراطه في التدريب الجماعية للفريق الأحمر استعدادا لاستئناف البطولة الاحترافية في فبراير المقبل. يشار إلى أن فريق الوداد الرياضي لكرة القدم تعاقد مع أيوب لمودن قادما من اتحاد طنجة في الميركاتو الصيفي الأخير مقابل 250 مليون سنتيم إلى جانب استفادة ممثل الشمال من خدمات أنس الأصبحي. نهاية الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.